السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء إخوان، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير ولا خير. أعتذر إن غبت، الغياب ناتج على قلة الوقت والحمد لله العمل والأسرة والطيور حتى هما كيشدوك على بعض المرات أنك دير فيديوهات، لكن أنا كنحاول نبارطاجي ما أمكن. بعض المرات كنكون في ليلفاج كنصور كنبارطاجي في فيسبوك بعض الصور وبعض الفيديوهات اللي هما قصار، غير باش نواكب الاخوان اللي ما متبعين ممكن الفاج ديالي انا، ممكن باش نخليهم عندهم على الاقل مره بعد المستجدات. حنا في هذه الفتره ممكن مقبلين على نهايه موسم التزاوج، كاين اللي يلاه بدا، كاين اللي عنده دابا جوج تفريخات ولا هذا. المهم انا شخصيا عندي قريب مثالي، بديت في الاول شهر 3، حنا دابا في الاول شهر 5، اذا باقي لي هاد الاخر شهر 5 راه نورمالمون صافي اللي عند البيض. دابا راه 3 شهور ما ديال التفرخ. ارتأيت انني فكرت في واحد السلسله ديال الحلقات اللي نهضروا فيها، لان ممكن بعض المرات كندير فيديو ممكن كيكون طويل، الاخوان بعض المرات يقول لك راه طويل. الله غالب انا ما كرهتش ندير داكشي قصير، ولكن ما خصني تكون خدمتي، خصني نكون يوتيوبر وخصني نكون بارك مقابل غير يوتيوب والمونتاج. ولكن انا كنسجل الفيديو كما هو كنحطه في اليوتيوب لان ما عنديش الوقت مره اخرى. لكن ممكن كحل رسائل ان ندير واحد السلسله ديال واحد الحلقات اللي عندها موضوع اللي هو ممكن رئيسي، اللي هو تحضير الطيور للمسابقات. ماشي غنهضرش على التحضير ديالهم كيفاش ديروا لهم في القفاز ولا هذا، المهم كاع المواضيع اللي كتهم هاد الفترة ديال نهاية التزاوج حتى المباريات، أي حاجة كتخص الطائر في هاد الفترة هادي. ونكونوا حلقات إن شاء الله قصار شوية اللي نقدروا نحاولوا نطرقوا فيهم في موضوع كل مرة، وإلا كان شي تساؤل في شي موضوع آخر خليوه في الكومنتات شنو بغيتوا نهضروا عليه ولا هذا، ونحاول أننا نعطيكم خبرة ديالي. راه مرة أخرى التدخلات ديالي راه منبثقة من خبرة لا غير ديالي أنا، ما كنهضرش على شي خبرة ديال شي واحد آخر، ما كنهضرش على شي علم اللي ما عنديش. الحمد لله كنهضر على داكشي اللي كندير انا، ممكن ينفع ممكن ما ينفعش، جربوا وعطيونا انتم الراي ديالكم. اذا هنا الحلقه ديال اليوم باش كما قلت نلخصوا الفيديو، ان كتوجه الاخوان اللي كيربيو طيور الشكل. طبعا هذه مفروغ منها، لان عبد ربي راه كيربي طيور الشكل، اللي ما كيعرفنيش راه من 2011 وانا كندير طيور الشكل. بديت بالمفتول بانواعه كامله تقريبا، بقى لي غير المفتول الجنوبي اللي ما مدرشوش، ودرت المفاتيل كامله، دونك الباريزيان جو ايطاليان ميرينغير الفيورينو والفريزي دو نور، وبقيت دابا في الفريزي دو نور باقي من منذ 2011. 2013 درت طائر الكلوستر، ومؤخرا طائر الراس. كاين اللي يقول لك راه بزاف الانواع ما مزيانش هذا، انا براسي قلتها خاصنا نتخصصوا على الاقل واحد جوج الانواع ثلاثه ماكسيموم. شخصيا الا نوعت كنوع، كاينين الطيور اللي انا كنعشقها من 2011 كما قلت راه باقي عندي، ولا 2013 الكلوستر والمفتول الشمالي. الراسه حتى هي الله بدات، نشوف واش عاد تطول معنا حتى هي 10 سنين او لا. لكن كنغير ولا كنجرب في الانواع، لانني حكم تلميذ في اللجنه ديال التحكيم اللي تابعه الجامعه الاورنتولوجيه المغربيه هي لا سي ان جي ام، وهذه اللجنه هذه طبعا كتوجدك على اساس انك غادي تدير تولي حكم. لكن باش انك تولي حكم خاصك تكون ربيتي واحد العدد ديال الطيور اللي هو كافي، انك على الاقل الطيور اللي كتكون عندك في المغرب اللي غادي تقدر تحكمها في المغرب على الاقل، لان ما نقدرش نربيو الطيور كامله. اذا حاولوا ما امكن كل ما ربيتي الطيور اللي انت غادي تحكمها غدا، كل ما عندك تكون عندك بها خبره ودرايه اكثر، لان الطير من التزاوج من تكوين الازواج حتى الفطام وحتى المباراه كتربيه كتشوفوا جميع المراحل ديالو، اذا كتكون عارفه اكثر نهار كيتحط عندك في الطبله كحكم. هذا غير بين قوسين. اذا هنا بالنسبه للناس اللي كما قلت رجع الموضوع اللي هما كيربيو طيور الشكل، ولكن عندهم واحد الميول اللون، لان كيبغيو يديروا طائر ديال الكلوستر، خدينا المثال ديال طائر الكلوستر، كيبغيو يديروا طائر الكلوستر لكن كيربيو في الابيض ولا في الفاون ولا في البران ولا في بعض الالوان اللي هي جذابه، اللي هي مثلا زوينه. لكن بعض المرات كينساو انهم غدا بعد غدا داك الطائر غادي يتحط في واحد الطبلة، مرة أخرى أنا كنهضر على التحكيم، غادي يتحط في واحد الطبلة وغادي يتحكم.
طبعا هذه المواضيع، هذه ولا السلسله ديال الحلقات اللي دابا انا كنقول نديرها كتوجه واحد 90% للناس اللي عندهم ثقافه المباريات، اللي باغا تشارك في مباريات، ما كتوجهش الناس اللي هما دايرين الهوايه الا الهوايه لا غير، زعما ما كيدمشيش المباراه، ما عندوش سوق، هو ستوندار ما عندوش سوق في اللون ولا كيفاش داير الطير، كيعشق هذاك الطائر بغى يشوفه في البيض، هذاك من حقه. لكن الفيديوهات ديالي كما قلت 90% ممكن واحد من هاد الناس هادو غدا بعد غدا يولي سواء عنده ثقافه المباراه، اذا هاد الفيديو هادي كتخص هاد الناس اللي عندهم ثقافه المباراه. اذا نهار غادي نولي عندنا مثلا نبغي نشارك انا في واحد المباراه وانا كنربي الطيور ديال الشكل، خصني نعرف ان هذيك المباراه اللي غادي نشارك فيها في هذه كاتيجوري، فيها اصناف، خصني انا نهار نجيب الطير ديالي نقيدو ونسجلو، خاصو يدخل واحد من دوك الاصناف، الاصناف اللي هي حلها المباراه، لان المباريات ماشي كاينين اصناف اللي هي دوليه ديال لاكوم، نقدروا نقولوا اللي هي في المنظمه الدوليه ديال هادشي ديال الاورنيتولوجي، كتحل الاصناف كاين معروفين بحال خدينا الكلوستر، القاو الباناشي ميلانين باناشي شيميل، ربي باناشي ميلانين باناشي لي بوكروم، القاو لانتونسيف، القاو السينامون، القاو الفون بلون، وعلقاو الميلانين 100% واللي هو الخضر كامل، واللي بوكروم 100% اللي هو الصفر كامل، هادو هما الاصناف لا غير. غادي نلقاو ممكن لادولت والصغير، جون ولا لادولت، غنلقاو الكورونا والكونسور طبعا، هادو معروفين. اذا هنا ملي غنبغي نقيد الطائر ديالي انا خاصني ضروري ندخلو واحد من الاصناف، ما يمكنش انا نجيب واحد الطائر ونقول للحكم ولا نقول للمنظم لا انا الطائر ديالي خصك تحكمو مع الطيور اللي بحالو، زعما الا خديت المثال ديال الطائر بيض حليب نقولي ما تحكموش ليا مع الطيور الاخرى ديال فون بلون، وحنا الفون بلون هنا كنعرفو ان الفون بلون كيتحكمو فيه البيض حليب، ممكن كيتحكم فيه غري البيض، كيتحكم فيه غري كامل، وكيتحكم فيه الفاون. اذا هنا من انا غادي نقول للحكم انا بغيت نحكم الطائر ديالي بوحدو راه ما يمكنش، ممكن في مسابقات متخصصه، ملي كنقول متخصصه ملي كتمشي لبعض الدول ولا بعض الاصناف ديال الطيور كتلقى كاتيجوري ديال البيض بوحدو، لان كيدخلوا تما واحد 200 طائر بيض كامله ما فيها حتى شي نقطه ولا حتى شي ريشه خضراء، كيدخلوا كاملين بيض، تما ممكن المنظم كيقرر انه يدير واحد الصنف بيض كامل. لكن حنا دابا كنهضروا في المغرب، حنا كنهضروا هنا في المغرب، كنظن ان ما كاينش متخصصين في اللون ديال الكلوستر، ما كنظنش والله اعلم، لا كان شي واحد عذرني، لكن كنظن ان الاخوان كيربيو اغلبيه الكلوستر ولاو، وكنحيي هذه البادره هذه، ولاو بزاف دابا ولاو كيربيو الكلوستر على الشكل ديالو على اللون ديالو اللي هو الاخضر الاصلي، لكن باقيين منهم انا باقيين كنربيو طيور فيهم الالوان الغري الابيض الفاون سينامون الى اخره. اذا هنا ملي كنكون كنربي انا في واحد الطائر في واحد البلاد لواحد نقول واحد الكونتكست واحد كما البلاد ولا كونتكست اللي فيه طيور كتحكم في هذه الاصناف هذه، ما كتحكمش بالتخصص في اللون ديالو، ملي كنكون كنربي انا في واحد الطائر ونبغي نخرج البيض وعندي الثقافه ديال المباراه، زعما راه غدا باغي نمشي نشارك في مباراه ديال الكلوستر، نخلي في بالي ان هذاك الطائر الابيض حليب ديالي انا اللي غادي نحطو يتحكم راه يتحكم مع يقدر يتحكم مع الطائر غري كامل. ملي غنقول غري كامل اذا راه غري كامل هو ميلانين، والميلانين هنا كنعرفوا انه عنده حدود اكثر انه غادي يربح طائر اللي هو لي بوكرو. مره اخرى ما كنهضرش على المربيين متخصصين، لان في دول اخرى ممكن ولا كنعرفهم حنا كاملين راه كاينين بعض المتخصصين في طيور الكلوستر، كتلقى كيدير ساتيني ولا كتلقى كيدير البيض ولا هذا، كتلقى عنده داك اللون ديال الطائر كتلقاه محكوم، ولكن هذاك السيد راه كتلقى عنده سنين وسنين 30 عام ولا 40 عام ديال الخدمه اللي هو كيربي فيها طائر الكلوستر، ومتخصص في طائر الكلوستر منذ 30 عام ومنذ ممكن 10 سنين ولا 5 ولا 20 عام في الطائر الابيض ولا في الطائر ديال السينامون الى اخره. اذا هنا هذاك الحكم ولا هذاك الاغلبيه كيكونوا حكام بعض المرات، هذاك المربي ما نقدروا نقولوا لا جاب طائر بيض قيدو في الكونكور مع طائر كري، الحظوظ ديالو تقدر تكون متوازيه ولا اكثر. لكن هنا في المغرب كنهضروا ولا في دول اخرى اللي ما فيهاش تخصص، من الاحسن اننا ملي كنكون كنربيو وعندنا الغرض اننا نشاركوا في مباراه وعندنا طائر ابيض نخليوه في بالنا غدا راه تكون المنافسه صعيبه في هذيك لاكاتيجوري ديال الفون بلون. اذا هنا انا كمربي شنو خصني ندير؟ خصني نحاول نشوف ما امكنني في التزاوج ديالي، لان الابيض حليب من غيخرج لك من لي بوكروم بالصفر مع الابيض، صفر كامل مع ابيض كامل باش تكثر الحظوظ انه ما يخرج لك الابيض، لكن باش تلقى كلوستر صفر كامل في المستوى الرائع وتلقى كلوستر ابيض كامل في المستوى الرائع باش تزاوجهم باش يعطيوك طيور مزيانه صعيبه كذب الكذب صعيبه. اذا شنو انا باغي نربح في هاد لا كاتيجوري فون بلون، نركز على الكري
ركز على الخضر بالصفر. طائر ناخذ فيه الخضر بالصفر ونكروازيه مع طير الكري. انا ما كنهضرش مره اخرى على الستوندار. انا قلت الستوندار حنا عارفينه، قلنا لنا التكامل وانت خصك تكمل الدكار. الديفو اللي كاين هنا ما خصهمش يكونوا هنا، باش اننا من كروازيهم الديفو اللي كان هنا ينزل ويطلع الموازي ديالو اللي هو مزيان، ماشي الديفو اللي هو مزيان نقطه مزيانه هي تكون سائده في الاولاد. اذا كنهضر على اللون هنا دابا فقط. اذا هنا جينا نكروازي ونحاول نكروازي الالوان اللي غيعطيوني الفون بلون، لكن غيعطيوني يجيبوا مع كاع داكشي اللي هو مزيان في الطيور، اللي هي الطيور اللي حنا جايبينها من واحد السلاله خضراء ولا خضراء بالصفر. هنا كتبقى هذه المساله اللي هي خصنا نخدموا بذكاء، لان في الاخر المطاف حنا كنتنافسوا على واحد الرتبه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. من كنحط الطائر ديالي، من كنحط الطائر ديالي، لا انا داخل غير باش ندخل وصافي حاط الطيور ديالي ماشي مشكل، المهم ما كاينش اشكال. لا بغيت غير نعرف الطيور ديالي شنو ساويين ماشي مشكل، ولكن من 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 حط الطيور ديالي وانا باغي ننافس وباغي نربح نحاول نخدم بالعقل. هذا الشيء راه كيطبق على الفون بلون، كيطبق على الوان اخرى. الكلير لي بوكروم مثلا باناشي لي بوكروم اللي هو صعيب باش تلقى فيه اصلا هذا اللون، هذا لي بوكروم في الانجليز في الاصل ديال جلوستر ما كايناش هاد الكاتيجوري، ما كايناش. حلوها كيحلوها ولا حلوها مؤخرا على اساس باش انهم ينوعوا شويه العين، ماشي ممكن مؤخرا راه غادي منذ سنين، لكن زعما باش ان الناس من كتدخل كانت كتشوف غير الخضر، باش انها تولي لاتراكتيفيتي زعما يجيو يستقطبوا الناس اكثر للمسابقات والناس اللي كيزوروا يشوفوا الوان اخرى. بحال كتقول دابا المالينوا كاين غير الصفر، مع احترامي الناس ديال المالينوا ملي كتدخل المباراه كتشوف غير الصفر، راه كلها صفراء العين. الا شافت شي حاجه اخرى راه كتمشي لهذيك الحاجه اخرى، كتمشي لهذاك اللون الاخر. وهنا كذلك هنا الطيور في الاصل هاد الكاتيجوري صفراء ولا باناشي بوكروم راه ما كاينش في الجلوستر في الاصل. الا رجعنا للاصل وشفنا اللون ديال الجلوستر راه تلقاش فيهم الصفر، لكن ولاو الناس كيخدموا الصفر. ولكن بالعقل ملي كتبغي تخدم واحد لا ليني ديال لي بوكروم ديال باناشي لي بوكروم خصك تعرف كيفاش تخدمها. الاصل ديالها خصو يكون خضر، وكذلك البيض. حنا دابا عطينا غير مثال ديال البيض اللي ركزنا عليه، والصفر حتى هو راه حتى هو نفس الشيء. اذا هذه هي الحلقه باش ما نطولوش. الحلقه المقبله غادي نحاول نهضر على البيكاج ديال الطيور، القزيبه اللي كتنتف. كاين اللي كيسولوا كيقول لك علاش كينتفوا وكيفاش الحل وباش نتفاداو هذا الشيء. المسابقه ما يمكنش نوصل مسابقه قزيبه طويله، نشوفوا المشاكل ونشوفوا الحلول وممكن اسباب ديال هذا الانتفاء هذا، ونهضروا عليه في هذه الحلقه الثانيه ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.